السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في حلقة جديدة من حلقات التصميم الإلكتروني المحترف مع وليد عيسى، وإحنا في المستوى الخامس التصميم الإلكتروني المحترف. في الجزء الأول تعرفنا على مصادر التعلم للحصول على الاحتراف. مصادر التعلم لا تقتصر على أنك تعرف بعض الشركات أو تعرف أنك كيف تبحث في جوجل، برضو مصادر التعلم أنك تطلع على بوردات تانية ومن نظرة واحدة تعرف إيش تركيبها. ولكن بعض الأحيان بتكون البوردات كتير متشابهة، ولكن كيف أنت كمحترف الآن ممكن تفرق بينهم؟ ولهيك أنا عملت هذا الفيديو اللي أنا بدي أفرجيك إيش في تقنيات وكيف إحنا ممكن نتعلم إنه نفرق بين هذه التقنيات ومن البوردة. بمجرد إنه نطلع على البوردة نعرف أي تقنية من التقنيات، مع إنه الوظيفة لا كتير من هذه البوردات اللي هعرضها اليوم متشابهة. فالبوردات الاختلافات اللي بينهم بسيطة جدا من ناحية الشكل، كلهم بيحتووا تقريبا على نفس العناصر ولكن تقنياتهم مختلفة، ومع انه وظيفتهم متشابهة قليلا ولكن بضل في شوية اختلاف. كيف انت كمحترف ممكن تكون نظرتك برضو محترفة؟ هذا اللي انا بدي اهدف اله في هذا الفيديو. بدي اعلمك تحليل دوائر خاصة بناء على معلومات انا هعطيك اياها، وبعد هيك بمجرد انه نطلع على دائرة من الدوائر الثلاثة اللي هنشوفها اليوم هنعرف اي تكنولوجيا مطبقة في هذه الدائرة. خلينا نشوف هذا الفيديو لهذه الثلاث لوحات، عبارة عن لوحة اولى فيها ترانسفورمر هنا وفيها حاجات ورا، لوحة تانية فيها برضو ترانسفورمرز ولكن المرة فيها ديودات، تمام، والموسفتات اقل. طيب في واحدة ثالثة، لا موسفتات أكثر، الترانزستورات أكثر وبرضو فيها ترانسفورمر وفيها حاجات تانية. طب إيش الفرق؟ إيش الوظيفة بين كل واحدة والتانية؟ هل أنا بنظرة نظرة محترف ممكن فعلا أفرق؟ هل التكنولوجيا المطبقة هنا غير اللي هنا غير اللي هنا مع إنه في تشابه في الوظيفة؟ هذا اللي أنا إن شاء الله بدي أهدفه من خلال هذا الفيديو. خلينا نشوف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، في حلقة جديدة من حلقات في المختبر مع وليد عيسى. اليوم إن شاء الله معنا دوائر عديدة. هذا الفيديو عبارة عن معلومات فقط عن بعض الدوائر وبعض التركيب تبعت هذه الدوائر، وكيف أنت فقط من نظرات معينة تقدر فعلا تفرق إنه هذا إيش وهذا إيش وهذا إيش. فاليوم إن شاء الله معنا تحليل بعض الدوائر اللي بالشكل هذا فقط بالنظر. أوكي، فاليوم معنا ثلاث دوائر مختلفة. هذه الدائرة الأولى بتحكي لي إنها أو حسب المصنع والداتا شيت بيقول إنه بتحول من 220 فولت تيار متردد إلى 5 فولت تيار مستمر. هذه هي الدائرة، تمام، بيستعملوها تقريبا عشان يعني بدل ما يكون في عندهم محول كبير من 220 ل 12 وبعدين يجيب ريجوليتر ل 5، هي في هذه الدائرة إيش الصغيرة. هذه الدائرة عبارة عن 12 فولت دي سي بندخلها، بنحصل على 400-500 لألف فولت برضو دي سي على الأوتبوت. فمن 12 فولت دي سي يتحول لألف فولت نفترض برضو دي سي، فبرضو إيش ممكن يكون التركيب تبعها. هذه عبارة عن إنفيرتر بيحول الجهد الدي سي، في هنا بنعطي دي سي تمام، فبيطلع جهد متردد. الثلاثة العامل المشترك بينهم هنا في عنا هذا المكون، هذا المكون، وهنا برضو هذا المكون. هذول الثلاثة اسمهم المحولات أو الترانسفورمرز، ولكن احنا بنعرف الترانسفورمرز ممكن يكونوا ضخمات، شفناها في فيديوهات قبل هيك وأكيد انت شفتهم في حياتك العملية، وممكن يكونوا صغير بالشكل هذا بالشكل هذا وكمان صغير بالشكل هذا. فإيش الفكرة وراء استعمال ترانسفورمر بالشكل هذا مع تيارات حتى مستمرة، مش مترددة وبس، تيارات كمان مستمرة؟ كيف نستعمل ترانسفورمر عشان نحول من متردد لمستمر ومن مستمر لمتردد ونطلع حاجات مثلا زي هذه الثلاث حاجات؟ هشرح من بداية فكرة المحول. إيش المحول؟ إحنا كلنا عارفين شو هو المحول. ترانسفورمر وعبارة عن ملف ابتدائي وملف ثانوي يتعامل فقط مع التيارات إيش المترددة. أنت بتحط هنا تيار متردد بالشكل هذا، بطلع هنا تيار متردد بالشكل هذا تاني.
لو ها طبعا حسب ايش؟ حسب نسبة عدد اللفات. نفترض هنا عدد اللفات هنا 1 وهنا 10، نفترض هنا لفة هنا 10 لفات، او هنا 10 هنا 100 لفة، فالجهد اللي هنا هيتضاعف 10 ايش؟ مرات. ولو كان هنا مثلا 10 وهنا 1، فالتيار اللي هنا هينزل 10 مرات وهيظهر ايش هنا. فهذا عبارة عن تحويل التيار متردد بين الابتدائي وبين الثانوي، وهذا هو المحول. فالمحول ما بتعاملش مع تيارات مترددة، مع تيارات مستمرة. لو أنا دخلت تيار مستمر هنا تمام بالشكل هذا، هدول ايش ماله؟ الترانسفورمر مش هيستقبله بتاتا، ومش هيتعامل معاه، ومش هيحوله لايش؟ للجانب الاخر. فالان بدنا نتحدث عن كيف استعملوا الترانسفورمر هذا وحطوه مثلا بشكل اصغر زي هيك، مش بشكل كبير، بحيث انه يعمل حتى تحويل التيار المستمر. التيار طبعا المستمر لو تعامل، لو دخل هنا طبعا هيتعامل معه كسلك وليس كملف. طيب كيف يا شباب عملوا؟ بكل بساطة هذا الملف اللي هو هيك تمام، ونفترض ماخد جهد معين من نفترض 12 فولت اوكي. بدل ما يعطوله السالب هنا، راح ايش عملوا؟ قالوا لا، قبل ما نعطيله السالب بروح ايش؟ نقطعه، هي السالب هنا تمام. ايش يعني نقطعه؟ يعني نحطه على ترانزستور، اي نوع ترانزستور، ممكن موسفت، ممكن اي جي بي تي، هذول اشهر اثنين. عملية التقطيع يا شباب هي عبارة عن عملية بس بلسز زي هيك بالشكل هذا. فانت قاعد التيار اللي داخل هنا وبده يدخل هيك وهيك وهيك ويجي هيك تمام، انت قاعد برضه بتقطعه. شو يعني بتقطعه؟ يعني معناته انه ما صارش دايما مستمر بالشكل هذا تمام، هو عبارة عن تيار مقطع بالشكل هذا. فلما التيار يتقطع ويجي للملف، ايش الملف يا شباب؟ احنا عارفين عنه معلومات. بقول الملف، الملف ينتج جهد ها V تساوي L دي اي باي دي تي. شو يعني دي اي باي دي تي؟ هي هذا مربط الفرس. دي اي باي دي تي معناته عبارة عن مقدار التغيير في التيار بنتج ايش؟ جهد. وبالتالي يا شباب انا لما اتعمد انه التيار يتقطع، فانا بتعمد انتاج دي اي باي دي تي، يعني بقول للتيار تغير مره اون ومره اوف، مره اون ومره اوف، وبالتالي ايش؟ بصير عندي هنا ما حسب القانون بقول انت لو غيرت التيار ضرب ال اللي هو الحث، مقدار الحث تبعه، بصير ايش؟ بصير عندك جهد. الجهد هذا انا ممكن اخده وطبعا انقله ل جزء ثانوي، وبالتالي انا خليت التيار المستمر عن طريق اللي هو ترانزستور يقطع لي هذا التيار، انه يخلي الترانسفورمر يشتغل مع التيار المستمر وينتقل هنا تيار ثاني. طبعا لو كان عدد اللفات الجزء الثانوي هذا اكبر، فبصير هنا الجهد ايش؟ اعلى. لو عدد اللفات اقل، فبكون الجهد ايش؟ اقل. وبالتالي انا ممكن اعمل على رفع الجهد او خفض الجهد زي ما بدي، حسب ايش؟ حسب عدد اللفات. وهذه هنا يعني افادة شديدة جدا. طب ايش في شغلة اضافية صغيرة بضيفوها؟ عشان هنا بحصلوا على تيار برضو مقطع بالشكل هذا، ولكن كبير وصغير، ولكن هم بده يحصلوا على تيار مستمر بالشكل هذا، ايش بيعملوا؟ بياخدوا تمام وبحطوه على دايود بالشكل هذا، وعلى ايش؟ كاباسيتور بالشكل هذا، زي ايش؟ زي عملية التقويم بالضبط تمام. وبالتالي هنا سيرت تيار مستمر بالشكل هذا. وانت حسب اذا يعني كيف انت لافف في الملف، ممكن هنا يظهر الموجب وممكن يظهر السالب تمام. انت حسب كيف لافف في الملف، ممكن لافه عكس عقارب الساعة او مع عقارب الساعة تمام. فهذا يا شباب عارفين شو بسموه في الكتب، لو واحد يعني هيك حابب يتعلم اكثر عن الطريقة هذه وكيف بتشتغل، حاجة اسمها فلاي باك كونفيرتر. شايفين ايش اسمه؟ فلاي باك كونفرتر. وهذا لو انت رحت على اليوتيوب هتلاقي محاضرات فيها اكويجنز وفيها معادلات كثيره، وبيقول لك كيف التيار بيشتغل وبيدخل وبيطلع. ولكن انا مش مهم عندي هذا الكلام كله، انا المهم عندي لو انا عندي ترانسفورمر بالشكل هذا وترانزستور، كيف انا ممكن احول اي جهد لاي جهد ثاني، عالي او منخفض تمام. طبعا زي ما احنا يا شباب تعلمنا في برضو محاضرات في المختبر، انه هذا الترانزستور بده ايش؟ درايفر.
تمام. هنا درايفر، واحد بيقول لي ليش درايفر وايش وظيفته، تابع محاضرات لدرايفر، انا عملت محاضرتين عليها. طبعا الشباب هنا ممكن يظهر هنا مش يعني شو اسمه، مش يظهر فقط بلسز، ممكن يظهر بلسز على شكل اي سي، فبدل ما تحتاج انت هنا دايد واحد ممكن تحتاج اربع دايودات زي قنطره كامله، فانت حسب ايش بيطلع معك هنا. طيب يا شباب، هل في يعني ميزه معينه لهذا الانفرتر؟ في ميزه كبيره، شايفين هذا، شايفين هذا الترانس قديش مصغره، قد يعني تقريبا عقلة الأصبع. طب إيش الصور الكبير هذا، ليش هيك صغروه؟ يقول لك يا شباب في عنا علاقة بين التردد تبع التقطيع وحجم الترانسفورمر. لو التردد كبير تمام، يعني كل ما أنا أعمل تردد كبير كبير كبير، حجم المحول صغير، هذه العلاقة الموجودة تمام. يعني أنا مثلا حطيت هنا التردد التقطيع مثلا 1 كيلو، بكون له حجم معين. حطيتها 10 كيلو أو 100 كيلو، بصغر الحجم بشكل أكبر وأكبر وأكبر تمام. وبالتالي عشان هيك إيش هنا في ترانسفورمر صغار جدا، ليش؟ لأنه التردد المستعمل هنا لعملية التقطيع بالكيلو هيرتز مش بالهيرتز أو بأقل من هيك تمام. وبالتالي هذه اسمها الفلاي باك كونفيرتر، وهي المعلومات اللي عليه. ولكن شباب برضو العلماء انت عارفين بيسكتوش، كل مرة بضيفوا حاجة، بنزلوا حاجة، بطلعوا حاجة، بغيروا حاجة، بيجيبوا كونفيرتر جديد. احنا بنعرف الفلاي باك كونفيرتر هو عبارة عن هاي الملف وايش وترانزستور بالشكل هذا هنا تمام، بس بدال ما يشبك الموجب هنا راح شبكه هنا، هاي هنا الموجب مثلا 12 فولت تمام. طيب ايش الطرف هذا اللي فوق عمله؟ بقول لك الطرف اللي فوق راح اخده وكمان وداه على ترانزستور تاني، صار في عندي ترانزستورين، واحد للطرف الاول للملف، واحد للطرف الثاني للملف. ايش يعني بصير؟ بقول لك التيار يعني هذا مرات انا بشغله وبأطفي هذا، لو طفيت هذا خلاص بكون مفتوح تمام، هذا بشغله فالتيار بمر بالشكل هذا، بعدين بأطفي هذا وبشغل هذا، فالتيار بدل ما يمشي هنا هيمشي هناك تمام. فبرضو نفس الفكرة، احنا حققنا تغيير في التيار DI by DT عن طريق مين؟ 2 ترانزستور مش واحد. هذه شباب الطريقة ايش بسموها؟ بسموها بول كونفيرتر. اوكي؟ هذه شباب بسموها بوش بول كونفيرتر. ايش يعني ليش بسموها كده؟ عبارة عن سحب ودفع، سحب ودفع. بقول لك الترانزستور هذا بيسحب التيار مرة ومرة بيدفعه لايش؟ للجهة الثانية، وهذا مرة بيسحبه ومرة بيدفعه ايش؟ للجهة الثانية. فهيك بسموه، مرة عشان التيار بيجي هنا ومرة بيجي يروح هناك تمام؟ فهذا بسموه بوش بول ترانسفورمر او كونفيرتر تمام؟ وبرضه نفس النظرية، كل ما كان عملية التقطيع اسرع كل ما كان حجم الترانسفورمر ايش؟ اقل تمام. وبالتالي هنا ممكن تحط ترانزستور واحد او 4 ترانزستورات زي ما بدك، وهذا هو النوع الثاني من الكونفيرترز ومفيد جدا. فخلينا الان نشوف الاول، هذا طبعا يا شباب بيحول الدي سي لدي سي ثاني، وممكن ايش يحوله مثلا لو يعني انت عملت يعني تغيير معين ممكن يحوله لاي سي، يعني انت لو ما عملتش قنطره هنا ممكن يتحول هنا لايش؟ لاي سي تمام. فلو نطلع على هذا، هذا عبارة عن 220 فولت انبوت، يعني على المدخل 220 فولت اي سي وبطلع لي 5 فولت دي سي. طيب كيف دخل 220 فولت اي سي هنا؟ خلينا نقول هنا تمام. اولا كم ترانزستور هنا فيه؟ انت لو طلعت هنا هتلاقي هذه الاي سي، عشان يعني بس نعرف، عبارة عن عبارة عن THX 208 تمام. هذا عبارة عن ديود، هذه عبارة عن قنطرة. معنات الكلام ان ال 220 فولت اي سي داخل على قنطرة صايرة ايش؟ 220 فولت دي سي تمام. بعدين ايش مقطع عن طريق ترانزستور وايش والملف، وهذا هو الملف. طبعا الترانزستور هاي في هنا شايفينه، هذا هذه برضه عبارة عن قنطرة ثانية، وهذا هذا الرقم، هذه هي القنطرة، هذا عبارة عن ايش؟ عبارة عن مش واضح الكتابات بصراحة كتير،
ولكن انت ممكن تبحث عن الرقم هذا، عبارة عن 357N، تمام؟ فهذا الاي سي تتحكم بهذا، تمام؟ وهيك بيعمل عملية التقطيع وبعدين عملية القنطرة، فبحول التيار المتردد لتيار مستمر وبعدين ايش بحول التيار مستمر تاني. طبعا هذا الترانسفورمر صغير لانه هذا في النهاية بتتحمل بس باور صغير، يعني 5 فولت وتيار ايش برضو صغير. تعال نيجي للتانية برضو، هنا هاي ترانسفورمر، هاي ترانزستور، تمام؟ وش هذه؟ نشوف هذه شو هي. هذه معروفة لنا ان اي 555 تايمر، ثلاث خمسات. هذا الثلاث خمسات بتطلع بي دبليو ام، بتروح على ترانسفورمر بقطعها على البرايمري تبع هذا، والسكندري ايش بيروح؟ رايح هيو على اربع دايودات عشان ينتج ايش؟ دي سي. فعندك 12 فولت ممكن ايش تحوله لايش؟ ل 500 او 1000 فولت. هنا في اشي؟ هنا ما فيش اشي. فهذا يمكن اوضح وحدة للي شرحناه. هاي ترانزستور مع ملف، وهي البي دبليو ام تطلع من هنا، وهي هنا اربع ايش او خمس دايودات هنا حاطين، واحد اثنين ثلاثة اربع خمسة ستة حاطين، تمام؟ يمكن حاجة لحاجتين تانيات، تمام؟ فهي هذا النوع من الترانسفورمرز. وفي عندنا الدائرة هذه، هذه الدائرة ها من اول ما نطلع عليها ايش لقينا؟ لقينا اثنين ترانزستور. هل هو فلاي باك؟ لا، يبقى هو ايش؟ بوش بول كونفرتر. هذا بوش بول كونفرتر، وطبعا نفس النظرية، في عندك ترانسفورمر برايمري وفي عندك سكندري. هذا تقريبا شبه شرحت واحد سابق قبل هيك. طب مين الترانزستور مين الدائرة اللي بتعطيهم بي دبليو ام؟ اللي هي دائرة برضو انا شرحتها او شفناها قبل هيك في دوائر، اللي هي زي ما احنا شايفين هنا اس جي 3525 اي، هذه مشهورة جدا يا شباب عشان تخرج بي دبليو ام لاثنين ترانسفورمر او حتى اربعة، تمام؟ وهذا هنا برضو سي 602، ممكن تكون اوبتو كابلر، تمام؟ وهنا في اربع دايودات شايفينهم عشان القنطرة، كويس؟ فهي تقريبا نفس ايش؟ نفس المفهوم اللي احنا شفناه. انا فقط هنا شارح مفهوم يا شباب عشان من نظرة واحدة تفهم انت وين بتلعب، انت هذه الدائرة او هذه الدائرة على اي محور بتاخذ وعلى اي محور بتشوف. فانت الان لما تعلمت هدول النظريتين هي بوش بول كونفرتر وفلاي باك كونفرتر، عرفت ما دام ترانسفورمر يبقى جنبها على طول في ترانزستور، ترانزستور جنبها على طول في اي سي بتعطي له بي دبليو ام، يمكن بعد الترانسفورمر في دايودات، هاي الدايودات. شفت كيف انت اعطيتك نظره هيك على اساس انك تفهم والله وين انت بتدور؟ بدك معلومات اكثر عن الموضوع بتروح على اليوتيوب تكتب هذا الكيورد او تكتب هذا الكيورد، وبتلاقي برضه ناس عامله مشاريع. فان شاء الله في المستقبل لو انا قدرت مثلا اعمل مشروع وحصلت على ترانسفورمرز زي هدول، ممكن انا اجرب بصراحه اعمل دائره خاصه فيا. والان بعد هذا الفيديو على ما اعتقد، وبعد ما اعطيتك بعض المعلومات اللي انا برضو بحثت عنها وشفت ايش الفرق ومن خلال دراستي برضو، الان انت صار عندك ثلاث معلومات زياده عن ثلاث انواع من الكونفرترات، عن كيف تفرق من ناحيه الترانسفورمر، من ناحيه الاي سي، من ناحيه عدد الترانزستورات، وكيف مربوطين مع بعض، هل هما بالتوازي ولا كل واحد بيسلم الثاني بوش بول، تمام؟ فهذه التقنيات شفناها قبل هيك في التسخين الحثي، عاملين بوش بول، وشفناها برضو في دائرة وشبه هذه بالضبط، ولكن ما كانش في ديودات في الآخر، اللي هو كانت من 12 فولت ل 380 فولت، تمام؟ فكانت برضو مطبقة تقنية مشابهة للموجودة في هذه اللوحة، ولكن هنا زيادة عليها كان في شوية ديودات. فيا شباب هاي هذا الاحتراف، أنا الآن بدي لك بعض الفيديوهات، كل فيديو له هدف مختلف، فقط علشان اوسع مداركك شوي واخليك فعلا تشوف اكثر من زاويه للموضوع. ما بديش اياك تصمم دائره اروح على مواقع اشوف ابلكيشن نوت الها واجي اصمم. طب نفترض انه انت بدك تقلد، نفترض انك بدك تحلل، نفترض انك بدك تعمل صيانه، مش الصيانه تستوجب انك تكون فاهم؟ وانا الان بحطك على هذا الطريق في نفس الوقت من الاحتراف، تمام؟ فأتمنى تكون استفادت من هذا الفيديو وسجلت كل البيانات وكل الطرق وكل المعلومات اللي أنا بأذكرها في الفيديوهات. نراكم إن شاء الله في فيديو آخر تحليل أو تطبيق، وإن شاء الله يكون برضو مفيد لكم. نشوفكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.